ما صدقت نتلاقى أنا ماني مصدقني حابس فرحتي فيني خوف عيوني تخدعني احنا مع بعض ما اقول المعجز حصل لا تقول احنا مع بعض لا تقول المعجز حصل لا تقول لو هذا حلم لو هذا حلم لا سمح الله من يفوقني ما صدقت نتلاقى انا ماني مصدقني حبس فرحتي لا وش صوت تسمعون انتو احنا نسمع يا خالخط لا سماء يا بلا احنا مع بعض لا تقول لا هو هنا في صدى هنا في صدى المعجز حصل لا تقول لو هذا حلم لو هذا حلم لا سمح الله من يفوقني اترجل حب اسبر فرج اسمع الحلم وش البايو حلم 180 بس اسبوع تسامح يوم حلم يا شباب بعلمكم شيء ترى حنا سوينا برنامجين واقعيين وشو ثلاثة شهور كنا فيها دبلناها وعشناها بلايالي تدرون حنا نسخة استثنائية أخذنا 180 يوم بدل 90 يوم قسم بالله لو في ساهر صورنا ما هو بساهر لو في جائزة 700 مليون ايش مرة طلعنا يا رجل ما تحسب لنا خير لحظة طلعنا بنفس تعبنا أكثر يوم طلعنا إذا تفكر وعشرة واقعية أكثر وعشرة واقعية أنت على ما تدري ترجع أغنية كليك بيت ذكاء البايو عزوز على من نلقاك احنا مع بعض لا تقول عزوز بس المعجز حصل لا تقول عزوز عزوز حباس حنا ليش معاقبينك؟ ادك عزوز لا عشان يتقبل المسك لو اني اكرشكم اسمع عزوز حبنا يا نور عيني لا يضيع حق طب بنجتمع صب لي يا نور عيني دل ذلك دل من اجلي يسويها لا قهوة ولا سيارة لا طعام لا لا كنا ماجد كنا راشد اقسم بالله فجأة تحولنا ل يا تاكسي خلاص ايش تبي راشد يلا حبنا يا نور عيني ويلا ضاق الصدر ما ذكر اسمي علي طول الهجر ولا الصبر من قسى ما صار لا هذيك من الخطأ من العطاء والتفكير ما صار اني خطأ لا يا خوي سوى قلبي يا حبيبي وحبك مطعني وانا سال الحب الظاهر انه ما يبي غير قرب والله هو للناس راعي صغير بلايش يا ريال اسمع تيران تيران صداع وش شيء مصلح جورج والله العلي العظيم مجنى جورج مصلح عن جورج هو مصلح بلا تعجب شوف جنبه انت الخواجه خواجه اما انا على شوف جنبه يا قوى فرق قوى انا نهجل رئة مدخر ورئة غير مدخر والله فيه ملح عيال يا اجلس يا رجل اجلس صرت رجال اليوم اجلس كلمه يا زين والله الجلسه حلوه والله بجلس يا ولد اجلس سجل تعال تعال في عزوز في روح يغني يا ولد سياك يا رجال اجلس سجل تعال ابو العز يا ولد انا فقعين يا ابوها اجلس سجل مصلح اجلس ما في لا 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 اجلس والله اجلس هنا تعال اجلس يا رجال اجلس يا رجال ما عاد بقى خلنا ناخذ علوك ما عاد بقى لنا خمس ايام الجلسه حلوه بيض الله وجهكم لكن قد يفركك وين القدر خلي الاطراف زايد خلي اجي عليها شويه الا بس زايد خل عندي عصا هوي بس انا مش الدوتو بوي سواها قلبي خربت سواها قلبي يا حبيبي وحبك مطعني وانا عن الحب نايم الظاهر انه ما يبي غير قربك على الجميع واول الناس راعي
تيران 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 تان تيران 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 تان الظاهر انه ما يبي غير قربك عاف الجميع وهو للناس راعي وش مرة ثانية ترى نسيناها كلنا ترى ايش شغلت انت وشيخ يا شيخ يا شيخ بنتي برنامج كل شيخ عليكم ما تدري يمكن يحطون شيخ الاسبوع الجاي ما يحطون والله لا يحطون يجعلون انتي برنامجكم انا شيخ عليكم الاسبوع الجاي كلنا شيوخ انتوا شيوخ انتوا بس انا شيخ عليكم الهوست ابقى انا لا هاشي اسمعني ابو مناحي انا ودي الحلوه زعلانه عزيز ودي المخرزه زعلانه الفرشه زعلانه مهني راضيها مهني راضيها لا لا احدني راضيها وجهك ساده كانها الفطاير ابو فهد انا عندي طلب من ابو مناحي ابغاه يغني اسمعني اسمع اخر شيء عندي وبعدها سوي اللي ودك لا لا غنت ايش تغني لما بتوحشيني بحط ايدي على كني طلباتكم على عين وراسي بس خلينا نقول بدلا اسمعني يا ربي عمرنا هي بغير لا لا اسمعني بعدها سوي اللي ودك اسمعني بعدها سوي اللي ودك طيب خلا غن لما بتوحشيني بحط ايدي على ايدك لا بحط ايدي على قلبي لما بتوحشيني بحط ايدي على قلبي طيب غن واحد ثاني على حسبي وداد قلبي يا ابويا راح اقول للزين على اودك انت وبس على اودك على اودك على اودك على مودك عبنا يا نور عيني لا يضيع احفظ حياتي لما بنجتمع لا بارحة يوم الخلايق نياما بيحت من كثر البكاء كل مكنون البارحة يوم الخلايق نياما بيحت من كثر البكاء كل مكنون انا بدوي انا بدوي طيب من يذكر الدحيه النهايه ان شاء الله الدحيه ناقتي يا ناقتي يا ربع ولا زديش وصلني لبتي من ورا هذيك الخدوس حايل الرابع حايل يقول حايل 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 الرابع حايل يعني ما ابكم ما طلعتوا ذي ما تايق احلى طيب اسمع تعرفون عندي كيجي بس عارف طاير خاطري ليه عطني الاقرب ولا ما اللي تذكر تحت السدره تحت السدره ادور لا شو اسمه ما لقيته عسى فله العلا سيدي محمود قل لي وش جرح خدك جرح سكين لا جرح مرافق لا بعيدة والله العيدة تحت السدرة وانا ادور دوا عيوني سيدي محمود قل لي وش جرح خدك جرح سكين ولا جرح من ربك لا 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 ما في احد يشتاق لك كل ليلة ما في احد الله على النشاز الله على النشاز ازوت وخر العيشه منه وخر هذا بعد تقليك من خده ولا ها بحر من خده وخاطرك ويلا راجل الصدر وما لنا وسال علي ويلا وناشا طول الهجر ولا الصبر صبر وجعلته ويلا اللي ما
يدري انا مدمن ايش انا بعرفه لا وي ومنحي صحيح او منحي بالوقت هذا كان قاعد عمر قاب تحلب حافظ ما تبصبر وبعدك لا يجنني حافظها يميني عطني يا بيني وبينك الجديد اللي جاي والله يغنيني حق يمني يمني ما عاد بالله بلوك ما عاد بصبر الله بعدك لا يجنني من الأدعي إلهي بيني وبيني لا لا واحدة ثانية يقول يبغى يلعب وبكاني يبغى يلعب وبكاني يبغى يلعب وبكاني زود جروحي علي تدرون اني انا اكرهها تذكرنا بوقت ايش اذكركم توقف انطلعنا هذيك نزلتها المقطع في التوقف يا الربع كلنا النسخة منزلين مسوي لها ترند يبغى يلعب والثاني ايش اسمه انا ما سويتها انا مصور ايش اسمه شوف عيونك خلاص مطلع هو عنده بقر محتوى عندك زياده في عيوني ان عيوني ان عيوني دين ايوه اجل اجل مقطعك يضرب تكلم بالسوداني ايوه محتوى صح لا والله محمد سواه ترى انا ما سويته شوف عيوني ان عيوني الا عيوني استاك عباس اللي انت سويته لحقت ولا صدق يا شيخ الترند اللي سويته في الاجازه يمكن شوف عيوني زايد سواه اي دبت هي ايش اسمه فيحان شوف عيوني شوف عيوني تعرفها انا سويت انا صح انا 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 هات سوينا وصل مقطع من الزاويه جولا محمد الضيان مسوي واصل مليون آه خمسة مليون يوت كيف يوت 5 مليون وصل وشوف شوف عيوني ايش هي بشوف شوف عيوني انا شوف عيوني ما ادري شوف ترند خايس والله هو خايس 5 مليون انا مشاهد انا عزوز خايس انا اسوي اللون الضيان وصل عنده مليون ونص اتوقع اي نزل قبله بيوم وزايد وصل 8700 اتحداني على المشاهدات لا يصفق دحين حلو 400 ترى محمد قضيان مصوره بالقاب يا الربع انا ابتشت في ترند حابر الورع اللي تحطه صوره اخوك هذا اذا بتسوي تنقز ابتشت ما عندي اخوان صغار بغيت اسوي على نفسي وش هذا؟ قلتي اي وجهك صغير كنت اسوي الحين طوال انا انا سويته على جاري سويت والله بس عي ينزل قال والله نزل تزعل انا سويت على اسمي هو الحين حاطه بالكم سريع يعني جابر دخليه هباس جاء عندنا قال شو تسوون؟ قلت له سيد خير قال انتظروني بروح ابدل واجي ادخل معكم تدري قلت بلاش فحان صغير تدري وخر تدري ايش اسمه والله خلاص كل لا دام الفحان تراجع اجل هم كانوا يتراجعوا الوضع نكبه فاذا تراجع انا عارف اقول بغيت اهدفه لا والله ما تقول شيء اللي قلت لي لا فحان سويت ترند انت سويته مع العيال شوف عيوني لا سويته مع زايد سواه حساب زايد بس ما سواه والمراية حقت اللي فيها شو اسمها المالية على هلاين يجيب قرات الواقع على هلاين مقرات الواقع ما شاء الله يعني ما شاء الله الصراحة ما شاء الله على خريجين ما شاء الله تبارك لا ف نيويورك يعني وانت رايح مع الخط تلقاهم وانت رايح فوق يا ولد في كل استاد في كل زاوية في كل زاوية تلقى خريجين برا نيويورك ما شاء الله هذول اللي يستاهلون هذول اللي يستاهلون الشوط يعطون متابعين ربع ترى يمكن 90% من مشاهير السوشيال ميديا الحين برامجوك. كلهم برامج واقع صح نعم. صادق والله انا صادق كلهم كانوا زمان برامج واقع حتى اللي لو انه دخل يوم واحد خلاص يعتبر برنامج واقع خلاص وش اسمها يا ربع ليش بروح انت تكون جزيره احنا برامج واقع شوف ايش فيها استحضر يا ربع انحمر بحر الوجه احمر بياخذ العيش يا عيال تراك طالبين هباس ترى ما كان شيء الصبح لا يا الصبح ما كان شيء يا ياكل كمل ابشر انا اكثر اسمع اسمك شيء هبا انا سلطان اسمي واللي اكل ورا قال احنا بدنا نطلط وغير فيه خالد الروقي لا تقلع انا في حد انا واحد ونص والله اي والله من اول ما اتصور معدوب سرمه ما اتصوره يا رجال ما اتصوره انا ما احبه وشو اجيك العنب ما اتصوره يا رجال في خوص عندك يلا فنان بس هذا خوص عندك فيه طيب شباب طراه الموضوع ذا لوس يا الخرشات اللي رجي يا عزوز في استفتاء يا عيال استفتاء يا عيال في خوصه ابو مناحي خوصه وش انت اكلتك المفضله شيء اكلتك المفضله اللي انت تستنى دائما تبحث عنها انت اللي تبحث لوسي جاتكم يا رجيل ابعد لحظه لوسي عزوز انا عن نفسي للامانه المنسف اللي هي مليحيه اكله شماليه حلو معروفه حباس صراحه اللي تشفيلها لازم تاكلها كل اسبوع على الاقل
ودي انا كل اسبوع بس اني اتعب وميتي مراهيف مراهيف وش آه حاتم مراهيف الخبز الصغير لا 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 اثر جواب جاوبت عليه هو يا صغيرك بطا عزيز مش اسمه ايه. صغير هذا حاتم حاتم اثر جواب جاوبت هنا بالبرنامج مكرونه بشمل مكرونه بشمل مثقف شوف مثقف ولا مو مثقف انا صراحه البيتزا ولد نعمه انا صراحه البيتزا ولد نعمه بشمل بشمل باللحم يا اخي ها شوف هذا لحم هذا مدري وشو هذا لحم الا حاتم بشمل خبز صغار تقطع ولد نعمه قايل لكم يا ربع من زمان بس ما صدقتوني صح يعني يتشكل مع بعض والله انا يوم جيت نجتمع نجتمع في الاكل الايطالي انا المفضل عند البيتزا بجميع اشكالها وانواعها اللي جاك مثقف الثاني ولا لا عاد تبي الصدق اللي بعده مرايف استيك جاك مسوي هذا مثقف يعني يا رب احنا احنا ندق براس هذا وشو انا ذبحوني المعرق قال معرق لحم حي والله الراس هذا كبسه لحم رهيب وانا اكله شعبيه وانا مليحيه دق طيب رهيب لا احنا ما احنا داخلين هوشه ترى هو ذوق اكل الرجال على قد افعاله يا ورع انت يا قد افعالها انا اعرف ناس خلاص انا اعرف ناس تفهم مالها ايش مالها ايش ولا لخك اوكي يلا اكل رجال على قد امزح حبيبي قسم بمن احل القسم اقرط باذنك اخليك تحتفل بنجم الجمهور باذن وحده يلا رحنا يا الربع خلا اعلمكم الصدق يعني هذا قال بشمل اكمل اي قل وانت قلت ايش اسمه مراهيف مراهيف وهذا قال بيتزا وش هو اتبع لك شر انت حط صوص جبن مع رز حط صوص جبن مع رز متى حط صوص جبن مع رز المنسى الا يوم انه جالس يبيع دقيقه ليه ما تخسر صوص جبن والله صوص جبن حق ليه الاتيكيت والله حق المشاوي والله مو بجبن طيب الا الاصفر جبن والله مو بجبن الاصفر مو الاصفر هذا وش هو والله الاصفر مو الاصفر هذا قلت الاصفر ذا مثل مثل بس انا والله انا حاط محمد بس انا الاصل وش هي جاي مكرونه مكرونه ليه تقول روح تقول بطنك اكل رجال على قد افعاله اللحم هو كبسه لحم ليش ما قلتوا كلكم اكل رجال على قد افعاله هي ذاك اليوم مش حاط انت ليش تحشر طيب لا 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 شو اسمه بجلسه خضراء والله يا خلط شيء ما ينخلط من هو ذا يا حبيبي انا يا رجال في 6 مع اسبانيش ايش طيب هو نفس الشيء يا ولد تقول لا 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 غلطت دقيقه دقيقه بعطيكم مثال الحين انت كليت الكبسه صح ولا لا شربت الكبسه وقفيتها بلبن ما ادخلها المذاق المذاق روح يا شيخ لا ما في روح انت صح شفت كيف انت صح ليش اكذب على نفسي اخلط مره حط ساكن والله 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 يا ولد ايه ايه والله اني اكذب لا والله انت هذا يكذب وانت تكذب وانت تكذب شوف شوف والله انك تكذب المذاق روح طيب عاد يا كلها في دربه هاي هذا ملعب فحون ضربه واحد يصير مع سمبوسه ضربه واحد ضربه واحد ايش فيك ضربه بس التقبل خشمك يا ابو ماضي ضربه واحد والله احب خشمي ضربه واحد بلاش بها والله والله حبيت الكاب انا بس بضروز وما يدخل عنده سعد يقلبها عند الضروز عشان ما يستطعم شوف لا بس لا بس اقول لا صادم بعمود يا ولد توكل انت وذانك تضيف خبز لا لا تتكلم على ذا اصلد لا 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 تدري يا عيال تو اكشف مو بيع عارف احرك ذاني بس عارف احرك ذاني الربع حركات نفسي يا رعب وين 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 عزوز وين عزوز شوف وش طيب اخس نفسي تدري يقولون 4% بالعالم لا 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 تحرك وجهك لا لا اذان بس انت تحركون وجه وجه كذا لا زي كذا يا عيال تدرون انه 4% بالعالم يحركون اذانهم بس احنا نادرين ارحم نادرين يا اخوان نادر معنا ارحم عز النادر حرك ثاني حرك ثاني نادرين من الله هباس عزوز حرك حرك ولد ولد ما بك جالس والله يا ابو محمد لا تدخلني قم ما تقدر حاتم ادريك تحاول بس ما تقدر حاتم حاتم سوي كذا حاتم ما فيها حاتم عادي شو سوي كذا والله انت في كذاني يا صاحبي في كذاني وجه راح سيدك جرب جرب حاتم حاتم جرب ما امشي يا حبيبي ما يركض كثر البصل يا يحاول يحرك
خلاص ما تقدر. والله انه صدق يا عيال 4% بالعالم، تدري ان احصائيه قريتها انه 4%. يعني تخيل احنا 3.4%، احمد ربكم تصوروا معنا. و15% يقدرون يرفعون حاجبين، يعني يرفع حاجب بعدين ينزل يرفع حاجب ثاني. طيب ارفع الثاني. ما هي صح؟ شوف. ارفع يلا. لا يهمونك لا حاتم. ارفع واحد بعدين نزل. لا يهمونك ترى ما يحرك اذنيه الا الحمار. يلا ترى بتبلش تراك بتبلش بهباس بسرعه يلا يلا عشان يصير عطى عطى خلي 2-2-1 ايه اهدى 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 الله يوفقك احب ابو مناحي وش لبك انه باركود كندر باركود كندر اي والله طويل باركود عادي يعني لا كندر لا كندر طويل الله اكبر يلا 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 انا والله ما اعرف يلا نحول على ابو الدبه مستعاره قسر ايش يقول ايش قال يا حلو والله بس انا زودت التسليك انت حسيت عزوز انت ردمت ردمت حيل والله هي مستواها لا بس ها ساعه اي تحس يقول خلاص انا اعطيك جوك ابشر عباس ما تكسر لك شفت هذه واحده من اللي تخلي الدبه اقوى اذا يعني 30% تكملها لنا 100 تقول بلعوم هو بلعوم اصلا يعني خشم عباس في سايفر سله سيف يا ابوي رجعتك الله ابو ربيع ابو ربيع يقول ابو ربيع خشبه يقول سله السيف والله سله السيف يا اخوان حلو والله العظيم فكر بذبه صح سله السيف سيف ادري ما ادري احس حسيت حسيت التفات والله ما شاء اطلع خشبه زي والله هذه انا ما ودي اطالع فيك النكته بضحك بس ابد ان شاء الله عرض اليوم الوطني ما خلصت نروح ودي لحق على ارض اليوم ترى البس على شباب حلقات للكبده خل يا لا 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 هذا بسترك بسترك بس تسترني اذا انا ليش جاي من بين يا ولد انا من مزلح من السطح هذيك انا ايش هذا ايش شوفوا لل اسمعوا لا لا للكبده حلقات البصر ولد بشوف